كنتوا طيبين. كل طيب يا حبيبه قلبي. مبروك على الفيلم الجديد. الله يبارك فيكي. اه الناس غالبا هتتخانق على الكوره يا جماعه. والله الكوره كوره. والله في كوره كوار بره جدا. معانا كوار كتير والله. معانا كتير كوار. يلا بعد الحلقه ندي كوار. الف مبروك على الفيلم الجديد. الله يبارك فيك. قلت في البدايه ان انتوا مع بعض عملتوا دويتو حلو في الغنى وفي الافراح وفي الحفلات وفي الافلام. الحمد لله. احكوا لي على الفيلم الجديد انتاج المنتج احمد السوكي. هتتكلم ولا؟ لا اتفضلي. اتفضل بالقصه دي جامده. ده ايه الذوق اللي يخرب بيت جمال ذوقك؟ مش قادره اقول. الفيلم انت مش مرتاح بالشورت. مش عارف. عايز ان انا مكسور. اول مره في حياتي اطلع برنامج بالشورت. الفيلم انتاج الحاج احمد السوكي طبعا. وطبعا نجوميه الاستاذ محمد لطفي معانا والاستاذ سعد الصغير. وبيومي فؤاد طبعا. وبيومي فؤاد اه. والاستاذه بدريه طلبه وكل اللي اشتركوا وصوفي نار وبوسي طبعا والليسي. كاست جميل طبعا وربنا بيوفقنا مع بعضينا كده. سيد بيكتب لنا حاجه على قدينا حلوه. إيه على قد ما الجمهور ده كله بيحبنا. على قد العيد حاجه حلوه للعيد صحيح. لينا لا وبرضه على قدينا حلوه حلوه الناس تحبنا فيها يعني. ما هو مش شرط يكون السيناريو مثلا حاكمنا بحاجه. لا هو سيد بيكتب لنا على حاجاتنا احنا الافات الجميله الغنوه الجميله الموضوع اللطيف الحلو اللي الناس تقبله مننا كده. وبعدين احنا في الاساس مطربين. انتوا مطربين طبعا. مطربين التمثيل دي مطربين بجد يعني. الحمد لله. بص انا هقول على حاجه برضه عشان اخلص ضميري. كل حاجه في الدنيا لها اللي بيحبها ولها اللي ما بيحبهاش. واي انتقادات بتتقال سواء في مشاهد او في رقص الحقيقه انا بقول ان دي انتقادات هامشيه بالنسبه لموهبتكم. انتوا مالكوش علاقه بالانتقادات دي لانه انتوا بتقدموا حاجه بصوت حلو وباداء حلو ولو ما كانش ناجح وجميل ما كانش دخل قلوب الناس بالملايين من سنين واكتسحتوا ما شاء الله في الافلام والافراح. عشان نبقى واضحين يعني اغاني لطافه واتخدم التراث حاجه أيوة. لطيفه جدا. رأس بقى صافيناس ده حاجات تقضي عليك. يعني احنا رجعنا بس عم احمد عنده حته حلوه كده رجع لنا الموضوع بتاع ثريا حلمي أيوة. وسعاد مكاوي واسماعيل ياسين ومحمود شكوكو أيوة. بس رجعهولنا على العصر ده بقى. صح مين بقى واقف بالظبط كده. صح هو ده تفسيري للحاج احمد معانا انا وبوسي بالذات يعني. ممكن نبعد عن بعض في فيلم كده ما نعملش دويتو مثلا. هي تغني غنوة وانا تحس ان الناس مشتاقة طبعا ده كل ده جمهورنا واللي هو بيتفرجوا علينا بيتابعونا على الفيسبوك وكده فبيحس ان الناس مشتاقة ان احنا نعمل انا وبوسي دويتو. انتوا بتعملوا بيقول اتنين دمكم خفيف وغنى يعني. حتى اقول لك على حاجة كانت واحنا بنصور شطة نار فاحنا بنصور في وسط الاغنيه فرح كنا المفروض احنا مدين بعض ظهرنا يعني فببص لمحمد لطفي وهو بيبص للصفنار فراح لفف لي قال لي وحشتيني. قال لي وحشتيني بقالنا كتير ما غنيناش مع بعض. لا والله والله العظيم. والله لو انا قلت لك ان محمد عبد المنعم وبنقعد مع طبعا الملحن العظيم محمد عبد المنعم حبيبي بنقعد انا وهو لما نيجي نعمل غنوه دويتو بتبقى معموله لبوسي انا وبوسي مش هتصدقي. ايه ده والله؟ والله العظيم محمد بيقاستك يعني الاغنيه كلها بتاعتك؟ بيقاستك الغنوه عليا انا وبوسي. لا لا يعني عاجبني يقاستك الاغنيه يعني تعبير عميق. لا اشرح لي بيقاستكها ازاي؟ بيقاستكها ازاي؟ بيقيفها. ايوه يعني اديني مثال يعني. ايوه هقول لحضرتك. انا فاهمه طبعا بس طبعا يعني. لا هو طبعا في ما بين الصوت الحريمي والصوت الرجالي في فرق طبعا. محمد بيوفق الاثنين مع بعض في توناليتي المزيكا بالظبط عشان الطبقات تبقى مختلفه. لا اديلي كده نموذج لاغنيه كانت المفروض ليك لوحدك او المفروض تغنيها واتظبطت عشان يبقى دويتو. مثلا الغنوه مثلا انا اقول شطه نار. انا بقول في الاول انت حته من انت عين ونني انت اغلى حاجه كمالي مالي 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 يا سلام المالي مالي مالي دي حدود انا. بوسي لازم تقول بقى شطه نار شطه نار في العالي فوق هو زود شطه نار والحاجات دي كلها. ولازم تقول ان هواندي ده انا مش قد الكلام ده جرى ايه ده لازم عشان تبقى الطبقات مظبوطه يعني الاستاكه دي عشان يعني من الاول اللي هي الطبقه دي كلها رجاله. محمد شاطر في الحته دي.
انت حتة مني، انت عين ولني، انت اغلى حاجة، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حال. كان مالي 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 يا سلام، شقلب لي الولا حالي حالي يا سلام. كان مالي 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 شقلب لي الولا حالي، ايه اللي رماني يعني على حب يا ناس يا هو. انا شفت عيونه دوني شدوني وغرقوني، يا هلا الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. بصي انا حاسه ان انت كده يعني واخده الدنيا بلطافه و يعني مش مكلكعاها الحمد لله. لما جم قالوا لك هتعملي بقى كوره وشورت وكده، ده انا وافقت على الفيلم بسبب ان انا هلعب كوره. ليه بقى؟ واضح ان انت كنت مقطعه نفسك وانت صغيره لعب كوره بصراحه. مش هكدب عليك. مش مقطعه كوره، مقطعه كل حاجه، موتوسيكلات على عجل على كوره على كل حاجه. كنتش بلعب غير مع اولاد. انا كنت ولد. تتولد. انا ولد. تتولد واد. ده في الزقازيق كنت بتلعبي؟ لا قولي لي بالظبط بقى. في حتتنا يعني فين بقى؟ افتكر لي كده اسماء ولاد الجيران، احكي لي كده. لا كان في كتير، في رانيا وفي منى ومش عارفه وفي ميزو وفي كده، معظمهم كانوا ولاد يعني. فانا من صغري بحب مسترجله، يعني بنت طبعها طبع رجاله، اخلاقها اخلاق راجل مش اخلاق بنات اللي كيوت مش عارفه ايه وبتاع. ومثلا لو اتخبطت تقعد تعيط جنب الحيطه، لا لا خالص، لو حد خبطني بروح من اولاله على طول. جدع. اللي هو كده يعني اخلاق ولاد. فانا بحب الحاجات دي، ومش هفضل انا بقى عايشه في دور البنت الحبيبه وكده، لا عايزه افك.